لوقت لاحق ونا زلنا بانتظار وصول بعض الوفود المعزية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. في هذه الأثناء إذن يصل معالي الدكتور أبو الكلام المؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الصديقة الممثل لفخامة رئيس جمهورية بنغلاديش في هذه الأثناء مقدما واجب التعازي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولأسرة آل الصباح الكرام في هذه الأثناء. إذن يصل معالي الدكتور أبو الكلام المؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الصديقة ممثلا لفخامة رئيس جمهورية بنغلاديش مقدما التعازي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومشاركة جمهورية بنغلاديش الصديقة للكويت بهذا المصاب والتعبير دون أدنى شك عن تعازيها بفقدان رجل بحجم أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. هذا التنوع ربما ذكرناه في منحى آخر من يعني تغطيتنا المستمرة، ولكن نود فقط دكتور إذا ما أشرنا إلى بنغلاديش وكنا قبل قليل في الصومال، بنغلاديش في آسيا أو الشرق الآسيوي أو شبه الجزيرة الهندية، والصومال دولة عربية في القرن الأفريقي، وقبل ذلك كنا في أوروبا، وقبلها كنا في المعزين من جمهورية كوريا وزير خارجية كوريا الجنوبية، وهذا التنوع وخلال فترة قصيرة خلال ذات اليوم تجتمع القارات لتقديم التعازي بفقيد الكويت أمير البلاد الراحل الشيخ نواف، وبعد هذه العلاقات مع دول العالم كيف نستطيع أن نختصرها يعني في جملتين؟ أعتقد أنه إذا دل هذا التوافد لرؤساء وملوك الدول الإقليمية والعالمية على شيء يعني لتقديم التعزية، إذا دل على شيء فيدل على مكانة الكويت الراسخة في يعني لدى جيرانها في الإقليم وأيضا لدى جيرانها في قارة آسيا وأوروبا، بمعنى أنه يعني تتمتع دولة الكويت تمتعت أثناء يعني حكم صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف رحمه الله وتحت القيادة السياسية الحالية تحت قيادة الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تتمتع بمكانة إقليمية شرق أوسطية وآسيوية وعالمية فريدة من نوعها بسبب ارتكاز السياسة الخارجية الكويتية على دعم الاستقرار السياسي، دعم السلم العالمي، تقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، وأيضا على الحياد بسبب حيادها السياسي في السياسة الخارجية في عالم أصبحت تتناهشه أقطاب متناقضة يعني سياسية بمعنى أقطاب عالمية متناقضة، فنجاحنا ككويتيين تحت يعني هذه القيادة السياسية الكويتية متميزة في الإبحار في يعني بحر متلاطم من السياسة العالمية الصعبة، أعتقد أنه يدل على أننا يعني فعلا لا نزال نملك هذه الحنكة السياسية التي عرفت عن الكويتيون منذ مئات السنين. وعلى ذكر هذا الإرث التاريخي لدينا أيضا إرثا اجتماعيا تأصل ربما في العديد من الأوجه، ولكن إذا ما تطرقنا إلى فتح أبواب تقديم التعزية للمواطنين بالرغم من وجود يعني العديد من المتوافدين من دول العالم على كافة واختلاف يعني الدرجات سواء من مستوى الملوك ووزراء ورؤساء الوزراء والحكام ورؤساء الدول،
وأيضا فتح المجال للمواطنين لتقديم التعزية من قبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح. ما الذي يعكسه ذلك خصوصا وأنه من خصوصيات الكويت هذا التصرف؟ بالطبع، وأعتقد أنه إذا دل هذا الأمر على شيء فيدل على إدراك القيادة السياسية الكويتية تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله لأهمية يعني وسمعة الراحل الكريم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله عند الكويتيون، وتسهيل القيادة السياسية الكويتية للمواطنين الكويتيين العاديين لتقديم تعازيهم أثناء يعني هذا الحدث الكويتي. يعني فعلا استأذنك فقط دكتور لأنوه إلى وصول صاحب السمو الملكي الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة أميري ويلز معالي السيد ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة في هذه الأثناء. إذن وصول صاحب السمو الملكي الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز لتقديم التعازي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد قليل سيكون في استقباله سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث وصل قبل لحظات صاحب السمو الملكي الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز. نتابع إذن دكتور كما تشاهد هذه التعازي التي تقدم من العديد من الوفود بفقدان أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ونحن نتابع في هذه الصورة معالي الدكتور أبو الكلام المؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الصديقة ممثل فخامة رئيس جمهورية بنغلاديش، والذي يجمعه حديث مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه الأثناء. وننوه إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز قد وصل قبل دقائق قليلة لتقديم العزاء بفقيد الكويت أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وجعل الجنة مثوى. نتابع هذه الصورة ونواصل مع الدكتور خالد الجنفاوي الحديث عن ربما تكرر المشهد أيضا مع أحد الدول الإسلامية. دكتور خالد، ووزير الخارجية في جمهورية بنغلاديش معالي الدكتور أبو الكلام المؤمن أيضا في أحاديث جانبية قد تتطرق إلى بعض القضايا التي تخص المنطقة، ولكن تعكس أيضا قربا وعمقا وبعدا، خصوصا أنه الكويت يعني إحدى الحاضنات للجالية البنغالية هنا في الكويت. بالطبع أخي الكريم، وأعتقد أنه يعني هذه العلاقة الودية المتأصلة بين جمهورية بنغلاديش الإسلامية ودولة الكويت هي علاقة تاريخية يعني متأصلة عبر التاريخ، يعني منذ استقلال كلا البلدين. ولكن أعتقد كما ذكرت حضرتك أن وجود الجالية البنغلاديشية المسلمة في الكويت يعني عمق أيضا من هذه العلاقة التاريخية، وما نشاهده حاليا من يعني المشاعر التي تظهر على وجه يعني مندوب بنغلاديش في تقديم العزاء يدل على فعلا على شعورهم بالحزن يعني في بنغلاديش على رحيل هذا الرجل الإنسان الشيخ نواف رحمه الله وغفر له.
وايضا يدل على يعني سعي يعني الوفد البنغلاديشي في هذا السياق الى تقديم يعني عميق التعزيه والتعاطف مع الكويتيين. نعم. فقط يعني للتأكيد على كلامك أنه يعني من ضمن الجيوش التي شاركت في حرب تحرير الكويت في عام 1991 وشاركت أيضا بعد التحرير في عملية يعني معالجة معالجة يعني الألغام كان الجيش البنغلاديشي كما ذكرت من عمق لهذه العلاقة. وفي هذه الأثناء إذن نتابع معالي الدكتور أبو الكلام المؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الصديق ممثل فخامة رئيس جمهورية بنغلاديش مغادرا القاعة الأميرية في المطار الأميري بعد أن نقل وعبر عن تعازيه وتعازي جمهورية بنغلاديش بفقيد الكويت الغالي أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وجعل الجنة مثواه. نتابع إذن هذه اللقطات التي تأتينا على الهواء مباشرة من المطار الأميري وتحديدا من القاعة الأميرية.